أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيادة استهلاك الكهرباء قد تسببت بضغط على الموارد الدولارية للدولة لتوفير الكهرباء على مدار اليوم. خلال المؤتمر الصحفي نفى مدبولي وجود أي أزمة في توليد أو نقل وتوزيع الكهرباء لافتا إلى أن الأزمة تكمن في توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. مع الزيادة اللي بتحصل في عملية الاستهلاك ومعدلات الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة اللي حصلت في البلد وزيادة السكانية وكل الكلام ده بقى هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية علشان ندبر الحجم المطلوب عشان نضمن ان احنا نشغل الكهرباء على مدار ال 24 ساعة. احنا ما عندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود. محطات الكهرباء بتشتغل على مكونين اساسيين المازوت والغاز الطبيعي. فالحقيقه يمكن احنا حاطين الخطه بتاعتنا على اساس ان احنا فعلا نحاول نفضل ملتزمين بموضوع الساعتين الانقطاع على على ان شاء الله على الهدف ان احنا قبل نهايه هذا العام نكون بنتوقف تماما عن موضوع تخفيف الاحمال لان عارفين ان هو مش فقط بيمس المواطن ولكن ايضا بيمس القطاعات الاخرى قطاعات الصناعه وقطاعات الاستثمار وبنبقى واعيين تماما وبنبقى يعني مش عايزين على الاطلاق ان اي مصنع يتضرر او يتاثر من موضوع ايقاف الغاز ليه بسبب هذه الازمه الموجوده